للحديث في او للخوض في موضوع الانتخابات ينضم الينا السيد عماد السايح وهو رئيس المفوضيه العليا للانتخابات. سيد عماد اهلا وسهلا بك. بدايه بشكل عام، هل يمكن اقامه انتخابات وهل هناك دعني اقول ضمانات لان تكون هناك انتخابات نزيهه ونتائج واضحه جدا وصريحه ونزيهه ايضا في ظل هذا الانقسام السياسي والصراع الامني والتخبط الامني التي تشهده بلادنا حاليا؟ السلام عليكم ورحمه الله. في البداية أود أن أشير إلى أن المفوضية حاليا آخذة في الاستعداد للعملية الانتخابية المقبلة التي من المقرر لو حصل فيه اتفاق بين الأطراف السياسية أن تقوم بتنفيذها في 2018، ولكن أود أن أنوه عليه في هذه النقطة بالذات. المفوضية من خلال ما تقوم به من إجراءات هي عبارة على ما يعرف بالدورة الانتخابية برفع مستوى الجاهزية بحيث تكون مستعدة لاستقبال أي مفاجأة انتخابية قد يتم الاتفاق عليها بين الأطراف السياسية. حاليا نشرع وبإذن الله غدا سوف نقوم بإطلاق عملية تحديث سجل الناخبين، وهي العملية التي كان من المفترض أن تقوم بها المفوضية خلال السنوات السابقة، ولكن بسبب صعوبات التمويل وعدم الحصول على ميزانيات وبالإضافة إلى أمور فنية أخرى تم تأجيل هذه العملية من حين إلى حين، إلى أن استطعنا بفضل دعم مؤسسات الدولة الشروع في هذه العملية وهي عملية تحديد سجل الناخبين. فيما يتعلق بإمكانية إجراء انتخابات، طبعا هناك شروط عدة لإجراء انتخابات، ولكن أهم شرط من هذه الشروط وهو الشرط الأساسي والضروري وهو توافق الأطراف السياسية مجتمعة على الذهاب نحو خيار الانتخابات وقبول بنتائج هذه الانتخابات. إذا توفر هذا الشرط أعتقد أن بقية الشروط سوف تدلل وسوف يتم التعامل معها بمساعدة الأطراف السياسية وبمجهودات منظمات المجتمع المدني وقطاعات المجتمع بالكامل وكذلك الخبرات الفنية التي اكتسبتها المفوضية خلال التجارب السابقة. طيب، ولكن في سياق آخر متصل، أعلنتم سيد عماد عن مؤتمر صحفي سيكون صباح الغد الأربعاء للإعلان عن كما قلت فتح سجل الناخبين، ولكن ما دلالة وجود السيد غسان سلامة في هذا المؤتمر؟ طبعا تربطنا علاقات وثيقة ببعثة الأمم المتحدة فيما يتعلق بتقديم الدعم للعملية الانتخابية. أنت عارف يعني الليبيين ليس هناك من هو متخصص في إجراء عمليات انتخابية بحكم أن ليبيا لم تشهد أي عملية انتخابية منذ ما يقارب عن نصف قرن تقريبا، وبالتالي الخبرات الليبية المتوفرة منذ الانتخابات الأولى انتخابات المؤتمر الوطني كانت محدودة جدا، وحاليا يتم التعاون مع بعثة الأمم المتحدة في القدرات الذاتية للمفوضية بحيث أنها تستطيع مستقبلا إدارة العملية الانتخابية بمفردها. الحمد لله احنا يعني حوالي 80% نستطيع او 90% نستطيع اجراء هذه العمليه بقدراتنا بخبراتنا الوطنيه. طبعا هناك غدا سوف تكون هناك يكون هناك توقيع اتفاقيه دعم جديده بين المفوضيه وبين منظمه الامم المتحده فيما يتعلق بتقديم الدعم الانتخابي. هذه اتفاقيه يعني عمر يعني مدتها الزمنيه 3 سنوات تهتم فقط ب او تعتني بتقديم وبناء الخبرات الذاتيه والقدرات الذاتيه للمفوضيه بحيث انه يتوهل مستقبلا لاجراء عمليات انتخابيه بمفردها دون مساعده اي أطراف خارجية. طيب، ولكن السؤال هنا يطرح نفسه سيد عماد أيضا، لماذا هذا الدعم الخارجي؟ هناك منظمات غير حكومية تدعمكم أنتم كمنظمة أو لجنة عليا للانتخابات، وأيضا الدولة الفرنسية دعمت ب200,000 يورو، لماذا هذا الدعم الخارجي؟ لماذا لا يقدم دعم داخلي خصوصا أن الانتخابات الليبية أعتقد هي شأن داخلي ليبي صرف؟ والله للأسف يعني احنا انت عارف 3 سنوات بدون اي ميزانية للأسف، يعني حتى المرتبات الموظفين المفوضية يعني بالكاد نحصل عليها
يعني من الحقيقة لا أخفي عليكم أن مرتبات مفوضية حاليا تصرف من الحكومة المؤقتة، ولا أدري ما السبب، يعني هذا السؤال يوجه إلى حكومة الوفاق. ولكن احنا في النهاية نسعى إلى أن تكون هذه المؤسسة، يعني هذه المؤسسة الديمقراطية، نواة الديمقراطية في ليبيا، ونسعى إلى الحفاظ عليها بأقصى جهد وبأقصى ما يمكن من طرفنا، بحيث أن هي تستمر وأن هي يعني تشارك في النقلة النوعية لليبيا الجديدة بعد فبراير. طيب، كسؤال أخير سيد عماد، ومن المفترض أن يكون هذا السؤال دائما هو الأول، كيف برأيك الكل يتساءل كيف يمكن أن تتم عملية انتخابية في ليبيا من دون وجود الأساس الأول وهو الدستور؟ طبعا احنا للاسف احنا لا يوجد لدينا دستور. احنا يبدو ان المسار السياسي سوف ينتقل الى مرحله انتقاليه رابعه، وهذا يجعلنا نحتكم مره اخرى الى الاعلان الدستوري والتعديل في الاعلان الدستوري. وبالتالي اذا كان انتقلنا الى المرحله الانتقاليه الرابعه بدون دستور او استفتاء للدستور، هذا يتطلب او يفرض على جميع الاطراف السياسيه اذا كان اتفقت على اجراء انتخابات ان هي تعدل في الاعلان الدستوري وتضمن مرحله انتقاليه رابعه تحدد فيها خارطه نحو للدستور والاستفتاء على الدستور، وان تم الانتقال الى المرحله الدائمه ومرحله الاستقرار والانتخابات العامه. طيب، اشكرك جزيل الشكر السيد عماد السايح، رئيس المفوضيه العليا للانتخابات، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.